السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. تقريبا علينا واحد جوج ديال الاسابيع ما بقيتش كنزل لكم فيديوهات في اليوتيوب. راكم عارفين البنات، مع السفر للمغرب والعطلة ديال الصيف والاجواء العائلية كنتشطنوا شوية. واليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد غادي نشارك معكم فيه الفرحة ديالي بمناسبة عقد القران ديال الاخت ديالي في وسط جو عائلي في وسط الدار. المهم خليكم معايا باش نشارك معكم جميع التفاصيل. ما تنسوش دعواتكم لها بزواج سعيد ان شاء الله وبالرفاه والبنين ان شاء الله. وكنتمنى لجميع العرايسات ديال صيف 2019 كنتمنى لهم حياة سعيدة وزواج سعيد ان شاء الله وبالرفاه والبنين. خليكم معايا حتى الاخر فيديو باش نشارك معكم جميع التفاصيل. ما تنسونيش من لايك ديالكم تعليقاتكم، وإلا مازال ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ديالي. خليكم معايا حتى الاخر فيديو غادي نشارك معكم الحفل البسيط ديال عقد القران. We'll be right back.
أما كنصوركم هاكلوا بخاطركم بعيدة انت هي لا هي انا اي عرس كنمشي لكم بغيت حشيه تفاح انا بروكي
سربي دغيا راه باب صافي ماما دابا سالينا عشان نجي تما المعلقة فين هي؟ شوف شوف البلاد جدي سيدة ضربتها تسعية الله على مولاي نوري باش نصوروا معاك نوري يضربوا علينا كنتمنى تكونوا شفتوا معايا شويه وفرحتوا معايا شويه وفوجتوا معايا شويه كيف ما شفتوا حفل في وسط جو عائلي بين العائلات داز نهار زويون صراحه عمره ما يتنسى. كنتمنى الاخت ديالي زواج سعيد وكنتمنى لها حياه سعيده ان شاء الله بالرفاه والبنين. هذا المقطع هذا صورته لكم هذا عباره عن تذكار ولا سوفينير اللي كتاخذهم العروسه وكتفرقهم على العائله ديالها في اخر الحفل. هو عباره عن القران الكريم المصحف كيكون كذكرى زويونه من الاحباب ديالها والعائله ديالها اللي حضروا في المناسبه ديالها. كنقول لكم شكرا لكم كنتمنى تكونوا فوجتوا معايا وكنقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. ما كرهناش ديما تكون حياتنا افراح ان شاء الله فبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.